3-rob.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هلا حبيبي. حبيبي علاء، ايمت انت بلشت مجال الراب وكيف كان دخلتك له؟ والله لا، انا بلشت بمجال الراب تقريبا من نهاية 2010. هلا كانت اول بدايتي بالراب، طبعا ما كنت موفق بالبداية، يعني ما كان في هالراب السوري اللي بيشدك، ما كان في شغلات كتيرة، يعني ما كان في ابدا لا استديوهات ولا في شيء، كان تسجيلنا على مايك سماعة يعني. اول بداية يعني كانت ما انا موفقة، بس بعدين يعني شوي شوي اعتمدنا على حالنا وقدرنا نطلع ونوصل لهلا. كم جروب دخلت انت خلال مسيرتك في الراب؟ هلا جروب، انا اول ما بلشت يعني كان في جروب اسمه نبض الشارع، هات خلنا معه هيك، كان في شباب يعني بالحاره بيغنوا هيك، فانه طبعا يعني جروب كان فاشل جدا يعني، حتى الاشخاص اللي كانوا فيه كمان كانوا فاشلين يعني، وما لهم اي انجاز ولا اي شيء يعني، فكانت خساره كلها بدخله بهالجروب يعني. انا بحب اضرب بحدا بس هي الحقيقه يعني. بعدين دخلنا بجروب اسمه لتاك يا جايز، كمان كان بدايه فيه كويسه يعني، ما اشبه شيء، وكان الشباب كلهم يعني هيك شغلهم ما اشبه شيء كويس. وبعدين انتقلت لجروب 041 اللي انا فيه هلا حاليا، بغض النظر عن التجمعات اللي دخلت فيها مثل الاندر جراوند ماسترز، الماسترز اوف راب، يعني كان في انجازات كبيره بهالفتره يعني، بعتبرها الفتره الذهبيه يعني بالنسبه لتاريخ الدسات اللي بخصني يعني. شو هو السبب اللي خلاك تترك الدسات وتجي على الهادف يعني؟ هلا هذا السؤال صار في تقريبا في شيء اشخاص كثيره يعني صارت سالتني نفس السؤال، وبصراحه انه انا سبب تركي الدسات يعني من هيك انقتل تقريبا الحماس اللي كان موجود. هلا الحماس اللي كان موجود محدود سنتين مثلا او اكثر يعني، كان احلى من هلا بكثير يعني، كانت الدسات فيها بطولات منظمه اكثر، كان في منتديات بتحتوي الرابرز يعني وبتعطيهم حقهم بشكل كامل يعني، حتى لو انت دخلت ببطوله وخسرت بالبطوله بتطلع انت مبسوط يعني، لا بتعترض على تحكيم ولا شيء يعني، كانت البطولات منظمه، كان التحكيم كتير تفصيلي وكتير عادل، ما كان في شيء اسمه انحياز يعني، يعني وإذا صار انحياز بيبين واضح والجمهور كله يعني بأول المنتدى ما بيقعدوا عليك. وأنا دخلتي بالدسات، أنا بحياتي ما دسيت شخص هيك دس يعني بدون بطولة، أنا بدخل بطولة منظمة بيكون فيها تحكيم، أما أنه مثلا نفتح بيفات مع أشخاص هون ضمن البلد وما بعرف شو، هاي الشغلات أنا ما بحبها كلياتها، أنا بعتبر لهي الشغلات ولدنات مو أكتر، وتقريبا كأنه واحد يطلع على كتف الثاني، يلا دسك أنا كرمال ترد لي أنت وأنا شهر، لا هذا حكي فاضي. فهذا سبب تركي الدسات هالفترة، ما في بطولات بتشدني لأدخل، فأنا تركت الدسات بسبب هيدا الشيء مو أكتر. يعني ممكن بالايام ترجع على الدسات ولا انسحاب نهائي؟ هلا ما انا لو انسحاب نهائي كنت نزلت اعتزال للدسات يعني، انا ما نزلت اعتزال للدسات يعني بشكل عام، بس انه انسحاب نهائي لا ما بظن يعني، احتمال نرجع ندخل بالدسات بس نشوف اذا في شيء بحمس او هيك. شو رايك بحركات اللي عم تصير هلا بين سب الدول وسب الاشخاص وهالامور هذه؟ هلا فن الراب هو فن بيحكي عن الشارع، تمام يعني بيحكي عن قضيه شارع يعني، اذا دخلت الدسات بالموضوع فهذا الشيء كتير حلو بروح المنافسه، بس روح المنافسه في فرق كتير كتير بينها فلسفيا وبين الصراع. فالمنافسة لما أنت تنافس شخص واثنيناتكم تستفيدوا من هاي المنافسة اللي دخلتوا فيها، بس سب أهل وسب دول وسب أديان وهذا الحكي صار اسمه صراع مش منافسة يعني، هذا صار الحكي فيه أذى على الصعيد الشخصي أو يعني طلعت أنت برا الراب، ما بقى أنت بالراب صرت بمجال شخصي يعني. فأنا هذا رأيي إنه عبارة عن أشخاص لازم تتوقف عن حدا يعني، حتى لو كان سحب سيفون، أنا برأيي إذا بتسحب عليك أشخاص وما بترد عليهم بيكون أفضل يعني، بحس إنه خلاص تركون عم بيعو، والناس منا لحالة بتبطل تسمع لهيك أشخاص، لأنه أنت بشكل طبيعي يعني أنت عم تسمع شخص عم بيسب دين شخص، عم بيسب طائفته، عم بيسب دولته، عم بيسب أهله، أنت منك لحالك رح تحتقره يعني لهالشخص، أنت حتحسه أنه هو ضعيف يعني، أنت لما بدك تهين شخص بتهينه بنفسه، بتهينه ببانش لاين يعني، يعني بشكل شخصي مش صايب أهله أو صايب دولته أو دينه يعني، هذا الشيء أنا ما برأيي مانو إهانة، بالعكس هذا شيء حقارة من الشخص اللي هو اتخطى هذا الموضوع يعني. شو رأيك بالراب السوري حاليا؟ هلا هو افضل ولا من قبل كان افضل؟ هلا بتجي على الصراحه الراب السوري هلا حاليا متطور بكتير يعني، متطور بكتير عن قبل، بس هلا الفتره يعني صار فيها انه في عدم تنظيم هالفتره يعني، انا برايي كان قبل منظم اكثر، بس هالفتره يعني صار يعني الكل متطور وعم يعني عم يدخلوا على المنتديات وعم يعملوا انجازات، وحتى شوف في كليبات كتير عم تنزل، في اشخاص كتير عم تشتغل،
بس انه من ناحيه التنظيم صراحه سوء تنظيم. حتى شوف كل تقريبا كل الدول فاتحه بيفات على بعضها الا الراب السوري فاتح بيف على بعضه. يعني عرفت كيف؟ بتحس كل محافظه دوله وبتحس الشباب يعني كل واحد فيهم فاتح بيف على حاله. يعني هذا الشيء عم بينزل الراب السوري بصراحه ما عم بيطلعه. يعني بغض النظر عن كل التطورات اللي وصلنا لها الا انه تطور نحب بعض او نعمل شيء مشترك بين رابر سوريا، لا مستحيل. بتلاقي الكل هيك بيكره بعضه، وكل ما تعمل تجمع الكل بيفرط على بعضه والكل بينزل ببعضه مسبات وتقوم الدنيا. يعني هذا بصراحة هي مشكلة ما عم تنحل بالراب السوري وما بظن رح تنحل. يعني عرفت كيف؟ عم تفكر شيء انت تكمل مسيرتك وتنتقل لمرحلة الاب جراوند شيء ولا لا؟ هلا هذا الشيء بينافي لكل شيء انا بلشته، يعني لكل شيء انا حاططه بذهني. يعني انا لما بلشت الراب بلشت كشيء يعني بيعبر عن شيء جواتي، مو كشيء تجاري يعني واستفيد من وراه ماديا. يعني عرفت كيف؟ لا هذا الشيء وغني على كيف المنتج وعلى كيف المدري شو الموقع معه عقد، لا هذا الشيء ابدا ابدا. يعني هذا الشيء انا ما بعتبره اصلا رابر، صار بعتبره انا مغني طرب او شيء او حدا بيشتغل خدام عند شخص ليوصل فكره او يعني معينه وتحت يعني بين قوسين وتحت الطاوله. لا الشغلات ما بشتغل انا. بأي مرتبة تشوف الراب السوري اللي هو حاليا؟ ما بصراحة ما فيني أقول لك، ما فيني جاوبك يعني. يعني لأنه هلأ صار في تفاوت مستوى كبير يعني بين الراب السوري وبين أي راب من ناحية كل رابر لحال. يعني عرفت كيف؟ يعني هلأ كل رابر عنده مستوى معين بيخوله لمرتبة معينة. يعني إذا بدك تقعد تحصيا مشكلة، بدك تحصي مثلا الراب السعودي عنده مثلا في رابرز يعني معينين وفي لهم مراتب، تجي على الراب السوري كمان في رابرز لهم مراتب، تجي على الراب الإماراتي، تجي على الراب العراقي. يعني كل رابر بيعبر عن حاله. ما فيك تقيم راب الدولة كله وتقول والله مين أحسن دولة بالراب، لا. يعني بجوز يجيك رابر لحاله تلاقي أحسن من راب الدولة كلها. عرفت كيف؟ ما فيك تقيم كل الدولة سوا. مفكرت اعتزل بالأيام في موعد محدد ولا لا؟ هلا اعتزل؟ لا ابدا ما راح اعتزل. يعني انا ما حاطه شيء ببالي، يعني فهو شيء بيعبر عن جواتي. يعني اذا انا بدي اسكت واكبت شيء جواتي مشكله، حيصير في مرض نفسي. وطول ما في عالم عم تتابع يعني وعم تدعم وهيك، طبعا انا رح ضل اقدم وان شاء الله رح اكون على حسن ظنهم. يعني شو هو اكثر رابر بتحب تنزل معه فيت، او في حدا معين حاب تنزل معه فيت مستقبلا؟ ايه طبعا بحب انزل مع حالي. يعني هلا ما بعرف انه والله انزل فيت، صار الفيت يعني تقريبا متل ركب على كتاف. يعني وانا هذا الشيء ما حبيته ابدا من اول ما بلشت. هلا لا خلص انا انزل تراك لحالي، اذا بدي انزل بنزل مع حدا بيغني طرب او هيك، عشان نزل تامر حسني على الكورس او هيك. هيك يعني. اما انه والله انزل فيت مع رابر، ليش انزل فيت مع رابر؟ ليش انا ماني رابر؟ ما بكفي يعني. شو هو اكثر موقف خلاك تضحك بالراب؟ يعني الاكثر موقف خلاني اضحك بالراب كلياته، مره كنت عم سجل لشخص يعني هيك، انا كنت مستلم هندسه صوتيه فعم سجل له، فمعلم عم يطلع هيك باللحن عم يقول لي لك المشكله باللحن. قلت له انه شو المشكله باللحن؟ قال لي المشكله باللحن، لك انا عم طلع على اللحن عم اسمع اللحن، لك والله البيت نظامي يعني ما في مشكله. يدي يفلت إني مشكلة باللحن، طلعت هيك قلت له كت أخته للحن، لك كت أمه للحن، يا لحن يا عطة. لا وما معلم نزلنا سبات على اللحن. كانت مشكلة، المشكلة أنا ما مش شخص، مشكلة باللحن. فأنا سبيته اللحن بعد مشي تسجيل نظامي، شكل اللحن زعل أو هيك. مين أكتر شخص ساعدك بمجال الراب؟ هلا أكتر شخص ساعدني بمجال الراب هن طرفين. يعني طرف منهم هو الناس اللي بتتابعني واللي دائما تقدم لي الدعم لما بنشر شيء، يعني فورا بيكونوا هن أول العالم اللي بتنشر واللي بتدعم واللي بتعطي رأيها، وحتى لو كان في انتقاد بيكون انتقادهم كتير بناء وكتير بفيد. يعني هيدول الأشخاص بعتبرهم هن سبب نجاحي يعني. ومنهم كمان الأعداء يعني اللي كانوا واقفين بطريقي، يعني هن كل ما يكونوا واقفين بوش عالم أكتر يعني كل ما يزيد إصراري إني أنا أتطور أو أقدم شيء أكتر يعني حتى أوصل للمستوى اللي وصلت له هلأ. يعني أنا ما بنكر فضل أعدائي كمان، يعني بالنسبة إلي هن بصراحة كانوا محفز كتير كبير بالنسبة إلي لحتى أوصل لهذا المستوى. بينما الطرف الثاني فما فيني أذكر عنه شيء، بس هو كمان كتير طرف لعب دور معنوي وخلاني أوصل لهذا المستوى.
شو رايك بكاني وارماندو والباشا وفولكينو واساسن اورتيغا هالعالم هي شو رايك فيهم؟ هلا ارماندو يعني بهالفترة عم يشتغل كتير يعني وعم يقدم شغلات عن جد يعني الى انجازات كبيرة بالراب العراقي وحتى على الراب العربي يعني والبيفات اللي عم يدخلها يعني عم يطلع منها شاي العالم شق يا معلم يعني مثل ايام زمان وقصة متطور اكتر ارماندو. اما بالنسبة للباشا فهو يعني شريك واخ ورفيق يعني ورابر كمان محترف وله بصمة يعني بالراب السوري وكمان له على الراب العربي انجازات حلوة يعني. اما فولكانو هلا كمان هو يعني مثل اخ بالنسبة لي ورفيق عزيز كتير على قلبي يعني والشيء اللي عم يشتغله كمان موفق فيه يعني هو بصراحة ويعني هو عرفان شو عم يشتغل وشو عم بيقدم يعني اعمال حلوة كتير و يعني دامج موضوع الهادف بالجينستا بس يعني باسلوب جديد يعني وحلو حتى الكليبات اللي عم يقدمها كمان حلوة ومتوفق فيها يعني بصراحة. اما بالنسبة لأساسا يعني أساسا القديم انا بشوفه احسن بكتير يعني من هلأ. هلأ هو بصراحة يعني رابر كويس بس ما يعني هالفترة ما كتير عجبني يعني وضعه ولا ما بعرف يعني انا حاس مستواه شوي مختلف كتير عن قبل. اما اورتيغا يعني بصراحه اورتيغا ببيض الوش يعني عن جد يعني العمل مع هيك انسان يعني رائع عن جد رائع يعني بتحس ب يعني برياحه بالتعامل معه انسان من جوا ابيض ورابر رائع ومحترف وعنده شغلات كتير عم ينزلها حلوه وفي اعمال كتيره بيني وبينه يعني قريبا حتى بالبومه في تراك لسه ما نزل يعني انا اورتيغا فيك تحسنا كانه مثل يعني مثل هيك جروب بس ما لنا جروب يعني فالشغل بيني وبينه بصراحة من آخر فترة يعني أنا حبيت الراب لأني تعرفت على الشخص. أي سنة كانت أجمل سنة لك بالراب أو أي فترة كانت معينة كانت أجمل فترة لك بالراب؟ هلا أجمل فترة بالراب هي لما كنا بجروب 041 بصراحة بعتبرها أنا فترة ذهبية يعني أنا كنت عم اشتغل على ألبوم رياح وكنت ملحق ببطولة العرب ليك وكنت ملحق ببطولة الراب 1 وبعدين بطولة الدي جي داش وحصلت منهم بطولتين الدي جي داش والعرب ليك يعني كان في شغل حلو يعني بهالفترة فهي الفترة كانت على الأغلب يمكن 2012 هيك شيء. شو رأيك بالمنتديات هلأ حاليا كتنظيم وهالأمور هيدي هلأ أفضل ولا سابقة؟ لا أكيد سابقة أكيد يعني عندك أيام الوكر عندك أيام الفانس القديمة أيام الدي جي داش أيام راب عربي القديم وهلأ راب عربي جديد يعني عندي أمل بأنه يقدم شيء حلو طبعا الإدارة كلها رائعة يعني نفس الناس القديمة يعني بالراب يعني الناس اللي عملت شيء حلو يعني عملت بصمة بالراب العربي كنا ناحية تنظيم وإدارة كلها موجودة بركة فيكم كلكم يعني ما بحب أذكر أسماء يعني لأنه مشان ما أنسى حدا يعني بس مثلا عندك عالم مثلا مثل ساهر النهار مثل العبادي مثل براود يعني عالم تدعم عالم إلى اسم تقيل يعني بالراب عندك أكسجين عندك أحمدو عندك زي إيطاليان عندك عالم كتير يعني موح يعني مستر فاينال في أسماء كتير تقيلة يعني إداريين وما بحب أنسى حدا. وهلأ بالنسبة للمنتديات بدنا نحكي على صعيد كواحد يعني إذا رابر يعني بالنهاية المنتدى أنت لازم صح تقدم مثلا للمنتدى حصرية بس لازم أنت تستفيد يعني هلأ في كتير منتديات الإدارة فيها نافشة حالة كتير يعني هلأ أنت مثلا عشو مثلا أنت تكون مدير منتدى ونافش حالك أنت كمدير منتدى وعم تقيم هاد وتقيم هاد طب أنت شو أنت مين قيمك مين حطك تقيم عرفت كيف هاي نقطة وين تاريخك وين إنجازاتك شو بتسمع لمين بتسمع عرفت كيف يعني مثلا هلا عم يحطوا مدير ما بتعرف مين هو يعني ولا خلاص هيك انا مثلا فاضي الاشغال انا صرت مدير يلا انا بدي حكم انا بدي هات حكي فاضي يعني وين ايام الوكر وين هلا يعني عرفت كيف نقطة تانية مثلا انت بدك تستفيد من المنتدى ما طبيعي مثلا منتدى نافشين حالهم فيه انت تفوت تجيب مثلا من كل المنتدى مثلا 30 او 40 مشاهدة على الغنية اللي انت نزلتها فانت شو استفدت من المنتدى لا انا بنزل حسابي الفيسبوك 64 الف متابع عرفت كيف هيك بستفيد بألف مرة سبسكرايبس على اليوتيوب يعني لا صار الانستغرام احسن من منتدى كامل يعني صار بيجيب لك مشاهدات اكتر انا بالنهاية اني انا رابر مثلا نزلت غنية هادف بدي توصل رسالتي فرسالتي كيف رح توصل يعني اذا كانت 40 مشاهدة رسالتي رح توصل ل 40 شخص يعني هيك بدك تسأل انت حالك هذا السؤال
المنتدى ضعيف، المنتدى قوي، وطبيعي يكون ضعيف يعني إذا ما في دعم للرابر سين. الدعم طبعا ما رح يكون بس بتصاميم وبوسترات وترفيع لأشخاص. كلمة منك للصاعدين بسوريا. الصاعدين بسوريا تقريبا عندهم مشاكل شوي يعني بالمشي على البيت، هي بشوفها أنا أساسية بصراحة يعني من ناحية تعاملي مع الأغلبية اللي بيسجلوا عندي يعني بالاستديو. هلا أنا برأيي إنه بس يعني يكون عندهم يعني ثقافة أكبر من ناحية الاستماع، يعني يعرفوا لمين عم يسمعوا. يعني في أشخاص كتير عم تسمع لناس غلط، مثلا ما رح سمي أسماء، إسماعيل تمر مثلا مودي العربي، يعني تسمع هيك أشخاص. يعني أنا برأيي يعني أنت رح تتطور بس ما رح تتطور لقدام، يعني أنت رح تتطور على القاعة وتتطور على الزبالة. يعني عرفت كيف؟ يعني أنا مع احترامي للأشخاص اللي عم يغنوا أنا مالي خص فيهم، يعني يصطفلوا هن كيف عم كانوا يغنوا يعني، بس إنه يعني أنت عم تقلي إنك رابر صاعد مثلا بدك تتطور، تتطور بتسمع رابر صاعد أكتر منك، يعني هاي مشكلة يعني. فأنا برأيي إنه بس يعرفوا لمين عم يسمعوا، يتابعوا تاريخ الراب القديم، يعني تاريخ الراب اللي هو وصل يعني لمراحل يعني حلوة كتير. يعني عندك عبادي، عندك ناس يعني تقيلة، يعني مكاوي، عندك أسماء مثلا بالراب السعودي، عندك ناس بالراب السوري، يعني فيك تسمع فيك تتابع أشخاص. يعني يعني بس يكون عندك ثقافة هون أنت بتعرف أنت كيف تتطور، بينما تسمع ناس عم تشتغل على البيت وفايتة بالحيط فأنت أكيد رح تتطور لورا يعني. فهيك زائد ناقص يعني. وكلمة منك للجمهور عم يتابعوا المقابلة. الجمهور اللي عم بتابعوا، بس بدي اعتذر منهم على طول المقابلة وإذا طولنا عليهم، وبشكرهم كتير إنهم تابعونا وسمعوا هالصوت، وإن شاء الله دائما بنكون عند حسن ظن الجميع. وتحية كبيرة إلك وللمنظمين وللناس يعني الكل اللي عم تسمعنا، وشكرا حبيبي. شرفنا باللقاء معك، كانت مقابلة كتير حلوة، وشكرا إلك حبيب الأهل. ريداش راب.com